أول يوم قتالي لحراس الجمهورية، وفرار جماعي لميليشيات الحوثي بميدان المعارك، وهم في حي لميليشيات الحوثي بميدان المعارك، وهم في حالة من التخبط والتوهان قبل أن يتركوا أسلحتهم ويولون الأدبار هاربين. مصادر عسكرية في المقاومة الوطنية أكدت أن اليوم الأول للمواجهة كان مشحونا بالحماس. كل الأفراد يريدون المشاركة في النسق الأول بدافع وطني، جاعلين نصب أعينهم النصر وتخليص البلاد من شبح الموت. أعدت قيادة اللواء الأول حراس الجمهورية خطتها جيدا على مدى 3 أشهر. بدأ الهجوم الكاسح فجر الخميس ومهمته تحقيق الهدف الأول، ولم يأتي فجر الجمعة إلا وقد تحققت نتيجة تصل ل70%، وهي بالمقاييس العسكرية إنجاز كبير. وأضاف المصدر: الميليشيات الحوثية استخدمت صواريخ الكتف والكورنيت بشكل جنوني، وهذا دليل على حالة التخبط والذعر الذي أصيبت به جماعة الحوثية، فقاتلوا برعب وقتلوا في نهاية الأمر. تهالكت جماعة الحوثي وفرضت السيطرة على مواقع استراتيجية رسمت مسبقا. سطر أبطال قوات حراس الجمهورية أروع البطولات برفقة أخوانهم من ألوية المقاومة الجنوبية والتهامية والقوات الحكومية تحت راية الوحدة والجمهورية، سعيا لتحرير أرض سبأ وحمير من بقايا الكهنوت. اتحدت جميع القوى الوطنية لطرد ميليشيات الإجرام، تركوا الجدال السياسي وركزوا كل جهودهم للاستجابة لدعوات المظلومين ممن يعيشون تحت وصاية جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.